طبعا بما انه البسه ريما جابت اولادها عندي على تختي، فحبيت اعمل لكم فيديو كيف تعرفوا البس الصغير ذكر من انثى. انا اقسم بالله يعني هذه اول مره بفحصهم، يعني لانه يعني انا ما مش فحصهم قبل هيك، لقيت هفحصهم معاكم وحورجيكم كيف تعرفوا تميزوا الذكر من الانثى. طبعا ممكن يا ريما توزعي لي ريما. تمام، طبعا بدنا نورجيكم هلقيتها كيف تعرفوا تميزوا الذكر من الانتاية في البسس الصغيرة. تحملوه من ورا كده في كل سهولة، اللي بتلاقوا الفتحتين قراب من بعض بتكون انتاية، زي هذه مثلا. هات نورجيكم ذكر عشان انتوا ايش تميزوا. شايفين؟ هاي برضو انتاية، حلو. هاي انتاية، أح. احنا بدنا ذكر، هذا انتاية. نعم، انا والله اول مرة يعني افحصهم. هذا ذكر، شايفين كيف الذكر؟ كوني بعيد، طلعوا. هاي الذكر، هاي انتاية. هاد نجيب لكم واحدة بيضة عشان تبين اكتر. هاي انتاية. طبعا تصوير الجوال زي الزفت، مش راضي يبين. هاي انتهاية، هاي انتهاية. هتنجيل الذكر عشان يبين برضو. هاي ذكر وبس كده. انت بتعرف تميز الذكر من الانتهاية يا معلم. اللي حب الفيديو يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ويشوف الفيديوهات التانية ويتابع أول بأول. حسابنا على الانستجرام اسمه كات غازا، حسابنا على الفيسبوك اسمه معرض القط المدلل. وبس، ايش بدكم كمان؟ احنا جاهزين. بدكم افكار، بدكم اشي ننزله، انا جاهز. بس ادوني افكار، لانه والله صراحة يعني مش دايما الواحد بخطر على باله افكار. وبس يا كبير، تحياتي لكم جميعا، مع السلامة. فيديو هذه صفحتي على الانستغرام، اللي عايز اي حاجة يكتب. وهي صفحتي على الفيسبوك يا جماعة. بتمنى اللي عجبوا الفيديو يعمل لايك ويشترك بالقناة. وتحياتي لكم جميعا ويعطيكم الف عافية. السلام عليكم.